طيب السلام عليكم ورحمة الله. هنمشي للفقرة القادمة في أمسيتنا الليلة 11 من رمضان موافق 16 مايو 2019 على مسرح منبر مبادرة الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة. سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. المحاضر الآن هيقدمها لنا الأستاذ أبكر محمد أبو البشر، وهو تقديم لكتابه الجديد التصالح المجتمعي في السودان دواعيه ومتطلبات تحقيقه. الأستاذ أبكر يعني من الكتاب المجيدين والباحثين السودانيين يعني ذوي الخبرة، وإحنا سعيدين جدا نتعلم منه عن العدالة الانتقالية وعن التصالح المجتمعي، الحاجة المفقودة حاليا لبناء سودان المستقبل، سودان الدولة المدنية. نرحب جميعا بالأستاذ أبكر. شكرا جزيلا دكتور، تحية لكم ومساء الخير. الحقيقة هتكلم عن التصالح المجتمعي، وفي ده يعني خلينا نتكلم بوضوح ليه عايزين التصالح، لأنه احنا في السودان ابتلينا بمرض العنصرية، والعنصرية ده لأنه أصلا يعني ناتج من تاريخ السودان المزيف، يعني بقى التاريخ مزيف من البداية. قالوا لنا إحنا عرب ومسلمين في الوقت إنه قبلك قبل شوية الشباب اللي تكلموا بالإنجليزي إنه إحنا مالتي كالتشر مالتي لينجوال مالتي إثنيك جروب، صحيح ده يعني مشكلة، بس إحنا دول مختلفة جماعتنا الاستعمار في خارطة السودانية اللي نحن فيه الحالية. فشلوا للأسف الشديد النخبة اللي استولت السلطة بعد الاستعمار، يعني على أساس إنه توحد الناس في دولة واحدة، إنه تخلق لنا أمة سودانية واحدة، فشلوا في ده. بالتالي الآن أنا بفتكر إنه من الأشياء المهمة إنه نتكلم بوضوح ونسمي الأشياء بمسمياتها، لأنه ده الوقت المناسب للعلاج. والشيء اللي عجبني إنه الشباب حتى الآن موجودين في الميدان من كل ألوان الطيف السوداني، ما في شر. وقبل شوية أخونا الشاب الضابط ده يعني شالته الحماس وقال الكلام، يعني هو مش لأنه ده إحساسه هو في دارنا نتكلم إنه طيب لو دارنا نتكلم عن العنصرية اللي هي المفهوم شنو، يعني مفهوم العنصرية شنو في الواقع. طبعا العنصرية يعني بدأت منذ يعني خليقة، يعني ما بدأت اليوم ولا أمس ولا قبل 100 سنة ولا كذا، لكن بدأت منذ أمنا هوا وأبونا آدم بدوا يلدوا أولادهم، بيجوا يتفرزوا من بعضهم وبيجوا كل واحد يعني صحيح ما بالوضعية الحالية، لكن من ذاك الوقت بدأت أي واحد بيفتكر نفسه أفضل من الآخر. بل عنصرية شنو يعني؟ أنت بفتكر أنك أحسن من الثاني بأي شكل من الأشكال، سواء كان الـ يعني البنية الجسمانية ولا العلم ولا ذكاء ولا كذا، تفضل نفسك على الآخر، وبالتالي بتحب إنه تأخذ الأشياء أفضل وأحسن من الآخر وكذا. طيب هنا نشوف هنا يعني نحن ما هنتكلم كثير، لكن نشوف الأسباب الرئيسية للعنصرية في السودان. وزي ما أنت شايف الواقع الحدود الجغرافية المصطنعة، هنا زي ما قلت قبل شيء دول مختلفة. جماعتنا الاستعمار من 1821 الأتراك لما جو داخلين دول مختلفة جماعات، ودي ذات واحدة من الأسباب اللي هو كل دولة كانت
قائمة بذاتها وعندها ثقافتها مختلفة جمع فيها أنا واحد، لكن ما فيش كان يعني توجه على أساس أنه يوحدهم ويخلقوا منه دولة موحدة. السودان فيه تعدد إثني وقبلي، على الأقل قبل انفصال الجنوب الإحصائيات الموجودة بتوري أنه إحنا في السودان حوالي 500 وشوية قبيلة و110 لغة الرسمية، يعني اللغة يعني مش دايلوج وبس. بالتالي ده الـ يعني من الأسباب نشأت من ده، من التعدد الإثني يهود، نشأت التعالي العرقي ويهود زي ما قلنا لأنه التاريخ المزيف دي في التمييز بكل أشكاله. الحاجة الثانية المهمة أنه الحكام اللي استولوا البلد، استولوا السلطة بعد الاستعمار، تبنوا العروبة كإثنية أحادية للبلد. بالتالي في كثير من الناس بيفتكروا أنه ده ما بيمثلهم، وكذلك ودي بدأت منذ الممالك الإسلامية. الممالك الإسلامية عندك يعني زي السنار، زي سلطنة دارفور وهكذا، هذه الممالك تبنت العروبة بحكم انه هم بقوا مسلمين، واتبنوا ما بيفتكروا انه اسلامهم ما بيكتمل الا اذا هم بقوا مسلمين عرب يعني، واتبنوا العروبة في الوقت انه هم ما عرب اطلاقا. فدي مسألة يعني زائفة. المنظومة السياسية برضو اللي قامت بعد في مؤتمر الخريجين، الحقيقة مؤتمر الخريجين في نهضتهم أو في يعني صراعهم مع الاستعمار أيضا ما رأوا التشكيل السوداني الإثني الواسع، ركزوا فقط في المركز هنا في الخرطوم، ويهو أم درمان بشكل أساسي لما قامت مؤتمر الخريجين، وبالتالي يعني بقت أساس لسياساتهم في المستقبل. فدي واحد من الأسباب اللي أدت إلى المسألة العنصرية. زي ما قلنا مرة ثانية التبني الهوية الأحادية في مجتمع متعدد الأعراق والأديان، دبروا بيؤدي إلى أن الناس يعني أن الناس يعني في كثيرين يشعروا بأنهم هم من خارج المنظومة دي وكذا. طيب أنا داير أقول في النقطة الأخيرة قبل شوية اللي هو تبني العروبة ده، أنه حقيقة ده دعاوي خاطئة، لأنه السودان جاته 5 هجرات فقط، ما أعرف في دكتور وينه، أيوة لا خلاص، في 5 هجرات فقط في السودان. هذه الهجرات ما زي الهجرات اللي تمت في الهجرات العربية اللي تمت في شمال إفريقيا بأعداد كبيرة من العرب. إحنا في السودان أولى الهجرات طبعا جاتنا من إثيوبيا بالذات، وديل نحن ناس جيران، وممكن في كثير من الأحوال ممكن نقول أولاد عمام، مثلا البيجو عندهم صلة قرابة دموية مع كثير من القبائل الإريترية والإثيوبية. الثانية في القبائل الإفريقية الأصل من غرب إفريقيا، دي حاجرة السودان، وما بالأعداد اللي ممكن يأثر في الإثنية السودانية. في هجرات من الجزيرة العربية خاصة من أجل التجارة عبر البحر الأحمر، وده بدأت من قبل الإسلام، بدليل أنه الكثير من العرب يتعلموا اللغة البيجاوية لمصلحتهم هم فقط، لأن من أجل التجارة، لأنه هم الهجرات بتاعتهم أو التبادل التجاري اللي كانت موجود آنذاك فيهم، وبالتالي هم ما جاءت
ما جاء يعني بأعداد كبيرة اللي هو استقروا على أساس نقول إنه والله يعني السودانيين أصلنا بقي عرب وكذا. في برضو الهجرة الرابعة أو المجموعة الرابعة وفي قبائل عربية وبربر وأمازيغ ده من غرب وشمال إفريقيا، خاصة القبائل بتاعة شمال كردفان وشمال دارفور ديل هجرات من شمال إفريقيا، منهم بربر ومنهم الأمازيغ ومنهم العرب ديل، وديل هجرات حديثة نسبية حديثة بنسبية، وبالتالي برضو ما بالأعداد الممكن نقول إنه أثرت فينا. يعني مثلا هسا حمدتي هو من قبيلة المحاميد، المحاميد ده منشطة لحد النيجر ولحد الجزائر ولحد المغرب كلهم موجودين مخلوقين هنا وهنا وهنا، أعداد كبيرة وديل بيزيكلي اللي الناس رجعوا من بعد انهيار أول الدولة الإسلامية في الأندلس وكذا. الهجرة المجموعة الخامسة هي هجرات فردية من دول مختلفة مثل اليونان وتركيا والهند والشام ومصر وإسرائيل، في يهود كانوا موجودين هنا يعني في السودان خاصة في درمان والشام، الشوام لحد هسه موجودين في هنود لحد هسه موجودين في وديل بأعداد بسيطة. إذن الخلاصة بتاعت كلام إنه ما في مجموعات هجرية عربية بأعداد اللي ممكن يغيروا من التركيبة الإثنية السودانية، أنهم طيب دارين نشوف الآثار السالبة نتيجة العنصرية، الآثار السالبة ما هي الآثار السالبة؟ طيب الآثار السالبة أول حاجة النخبة الحاكمة فشلت في خلق السودان دولة سودانية موحدة، واحدة فشلوا في تماسك وحدة البلد، البلد اتمسك يعني اتفرتقت ويعني اتشتتت وبقت دولتين، وواحد من الأسباب الرئيسية هو إنه أخواننا الجنوبيين شعروا بأنه هم ما معترفين بهم كمواطنين زيهم زي المواطنين في الشمال، مسألة عنصرية بحتة يعني كبير. من الآثار الضارة الحاصلة إنه التطهير عرقي، لأنك والتطهير العرقي بمعنى إنك أنت داير تخلق منطقة معينة من إثنية واحدة فقط أو تبيد الآخرين. التطهير الثقافي إنه أنت عايز إنه تكون الدولة من ثقافة موحدة واحدة، يعني الليلة في السودان المسألة بتاعت العروبة اللغة العربية هي فارضة على كل السكان وما مد اعتبار للغات أخرى، قلنا إنه هسا السودان فيه حوالي 110 لغة رسمية يعني. أنت أدي فرصة لده لأنه ده ثقافة خليهم يعبر عن الرئيس، في النهاية لازم يكون في لغة واحدة بيدي لهنايا بيدي بيسمى شنو في النهاية بيكون في اللغة واحدة، طالما الناس عندهم لغات كثيرة بيكون في لغة التواصل الجماعي المجتمعي، لكن لا يعني انك انت تتجاهل الاخرين. الإبادة الجماعية الحصل وده في مناطق الحروبات الأهلية سواء كان في دارفور ولا جنوب النيل الأزرق ولا في جبال النوبة وقبلها في جنوب، التفكك النسيج الاجتماعي يعني التفكك النسيج الاجتماعي الحاصل في السودان الآن، واحد شايف إنه في يعني في نوع من العافية جات لهنا، تجمع الناس هنا كل الإثنيات موجودة بناس يعني متكاتفين تكاتف عادي.
الاستبداد. وده طبعا بدأت واحدة من الآثار الضارة للعنصرية اللي بدأت في خاصة في زمن الإنقاذ. طبعا هنشوف بعدين برضو حرق القرى وانتزاع الملكية. هنا بنقول حرق القرى نشوفه، لكن الشيء السيء برضو ومن المضار الحاصلة انتزاع الملكية خاصة الأراضي في الجزيرة. انتزعت أراضي بتاعت الناس مالكينه في الشمالية كذلك، في دارفور كذلك، وهكذا. فيبقى دي كلها نتيجة انه السياسات دي قائمة على العنصرية. السلوكيات الاجتماعية الضارة مثل العصبية والعنصرية والتجريد من الإنسانية. هنا ده يعني لوحة فنية، واحدة شابة دارفورية بتعبر عن حرق القرى اللي حرقت حوالي حسب نظرتها هي 5000 قرية أحرقت في دارفور. فبالتالي هي عملت اللوحة دي ويعني حصلت لها رواج كبير جدا جدا في هولندا، هي في هولندا وكذا. صورة تانية عن الإبادة الجماعية. اللوحة ده من جانبين، الجزء على اليمين ده تعبير عن الإبادة الجماعية. لو تشوف أشكال بتاع الناس ذروة محروقة وكذا، يعني التدمير. الجزء الشمالي ده إنتاج بتاع البرتغال في جبل مرة، وما شايف الصورة واضحة شديد، لكن في شخص ونفرين قاعدين في الناد في الـ في الـ في عزل أو في تنظيف البرتغال وكده. الحصل طبعا بعد تمام حصلت الإبادة الجماعية، والراي ان المزارعين ديل هربوا من قراهم، ما موجود الانتاج جماعي، بالتالي انتهى الانتاج. فبالتالي الإبادة الجماعية مش بتضرر منه الشخص المعتدي، انما المعتدى عليه، انما المعتدي نفسه بيأثر. يعني الجهاد الجنجويد اللي عملوا حرق للقرى والحكومة اللي امرتهم، الخيرات دي ما خلاص ما بيلقى لها سوق ولا ما في زول بينتجها، وبالتالي السوق هيكون انتهى من هذا اللي. نشوف الناية الثاني. طيب هنا داير قارن فقط السلوك الضارة والسلوك الفاضلة بين فيما يخص بالعنصرية. فالسلوك الضارة هو التمييز بكل أشكاله، العصبية العنصرية، الفساد، القبلية، التجريد من الإنسانية اللي هو ديهمنيزيشن. يعني عندك أديك مثال إنه حصلت قبل سنة، ما بتأكد بالتاريخ، السنة اللي فاتت سنة 2017 في منطقة حرب بين الكبابيش والحمر. حصل فيه إنه الناس لأنه يتجردوا من الإنسانية، الكبابيش حرقوا حوالي 30 شخص في غابة من الحمر. دي يعني إنسان إذا يعني نفسيته أصلاً ما طلعت من الإنسانية ما بيعمل عملية زي ما ممكن
يعني تحرق ليك زول بالنار في غابة قش وكده هناك تحرقه ما لم يكون أصلا أنت منتهي مسألة الإنسانية ده يعني اتجردت منها وكده. وكل نتيجة العنصرية الحقد والكراهية انتزاع الملكية زي ما قلت قبل شوية وكذا. الفضائل بتاعت العكس السلوك الدار هو نتمنى انه يحصل هو لما يكون في اعتراف وفي اعتذارات وفي يكون في عدالة يكون في مسؤولية. ده يعني الفضائل اللي نحن دايرين نبدله بال الثاني دي يعني بالتالي ده هو من ليه عفوا معلوم ما على كل حال. طيب ده الحاجة اللي دايرين انه يحصل علاج للعنصرية يكون في اعتراف بانه والله نعترف انه في اخطاء حصلت وفي كذا ونعترف انه احنا كلنا متساوين في خلقتنا ربنا خلقنا وانا يعني متساوين في الخلق البشرية. يكون في عدالة لازم يكون في مسؤولية وفي تحقيق وكذا. والله في جزء ما ظاهر اللي هو يكون في قول الحقيقة والمسؤولية والعدالة والاعتذار لما يكون فيها ما يكون فيها اعتذار عشان يحصل لنا تماسك في المجتمع وبناء الأمة والاحترام والهوية الوطنية ويحصل لنا الوحدة والتضامن الاجتماعي والمساواة والغفران والسلام والوئام والمحبة. ده الشيء عايزين يحصل فيما يخص بهذا العلاج للعنصرية. طيب نجي لنقطة أنا هنا عايز أوضح إنه بالنسبة لي أنا داير أصنف عنف الدولة في اللهجات التطهير العرقي التطهير الثقافي الإبادة الجماعية العلاقة بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية بعد عنف الدولة الممنهج في السودان. طيب ده كله أنا في بالنسبة لي أنا هو عنف الدولة لأنه الدولة الحكومة مساهمة فيه عشان كده بنسميه عنف الدولة كحكومة أو كمجتمعات. فالتطهير العرقي هو إنه أنت عايز التطهير العرقي هو انه انت تعمل على إبادة او على جعل منطقة معينة من عرق واحد اي اعراق ثانية موجودة دار تزحم يا اجبرتهم رحلوا او قتلتهم او عملت فيهم هذا. التطهير الثقافي زي ما قلنا قبل برضو هي مسألة بتاع انه
جعل الثقافة واحدة من الثقافات كلغة مثلا إنها يكون هي المهيمنة على باقي الثقافات ما يكون فيها تربية. عندك الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية حقيقة في تعريف إني أنا حقه يعني نقرأ لكم أنا على أساس إنه بالمختصر الإبادة الجماعية هو مصطلح يستخدم لوصف العنف ضد أفراد جماعية أو قومية أو إثنية أو إرقية أو دينية بقصد تدمير تلك المجموعات بأكملها. تحدد الاتفاقية الدولية هو يعني تحدد الاتفاقية الدولية الإبادة الجماعية على أنها ارتكاب أحد الأفعال التالية على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. واحد، قتل أعضاء من الجماعة. اثنين، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. ثلاثة، إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. أربعة، فرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. خمسة، نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. فديل كلها النقاط الخمسة حسب الاتفاقية الدولية دي بتعني الإبادة الجماعية. هي لا يعني فقط قتل وكذا بس، يعني إنه إذا كان أنت عملت يعني أشياء بتخلي إنه يعني مجموعة سكانية محددة ما تنجب مثلا، أو شلت أطفالهم وحولتهم لجهة أخرى ما خلاص بعد ما في لهم طريق وكذا. فبالتالي المسألة إنه في فرق بينه وبين التطهير، مفهوم التطهير العرقي والإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي ما بالضرورة إنه يكون قتل للناس ولا إزاحتهم منها، إنما مقصود به في إنه بس المنطقة المحددة ممكن تجبرهم إنه يبقوا مثلا يتحولوا يبقوا عرب مثلا كمثال، أو يطلع يتحولوا يبقوا أي قبيلة من القبائل يعني المحددة وهكذا. زي مثلا في دينكا مثلا في منطقة دينكا تجبر القبائل الأخرى إنه يبقوا دينكا وهكذا. فبالتالي عنف الدولة الممنهج في السودان حقيقة بالنسبة لي أنا بدأت منذ الدخول الاستعمار الأول في السودان، يعني من أيام محمد علي باشا دخل، لأنه هم بدأوا بمسألة بتاعة رقيق وذهب، عايزين المال والرجال عشان لهم مصالحهم هم. مسألة تواصلت الفترة المهدية كذلك، يعني بقت في عنف من الدولة بدرجة إنه يعني خاصة عنف ضد المرأة كان بشكل عنيف جدا جدا في الفترة المهدية. جاءت الاستعمار الإنجليزي برضو واصلت، ومن ضمن الأشياء اللي عملته عمل الحكومة البريطانية إنه عملت مناطق في بعض المناطق المقفولة، بمعنى إنه في جبال النوبة في الجنوب في دارفور في منطقة بتاعت كتم ما بيخلوا الناس ما يخلوا الناس
المواطنين من هناك يطلعوا لمناطق أخرى ولا يخلوا آخرين يجوا داخلين فيها. فأنت بدأت مسألة بتهميش من الأساس اللي هو كل جزء من مسألة بتاعت ال 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 المسألة بتاعت التهميش ومسألة بتاعت العنصرية وكذا من هنا. في السودان هي لما نتكلم عن المصالحة، أنا في السودان مرت كثير من المصالحات سموها مصالحات وطنية، لكن العيب بتاعتها إنك أنت التجارب المشت إنه أنت داير يعني تحل مشكلة بنفس العقلية اللي قومت المشكلة. وكمثال يعني فمثال إنه جعفر النمير والصادق المهدي في بورسودان تمت مصالحة بعد دخول القوات الوطنية سموهم مرتزقة، عملوا عمل مصالحة الصادق مع النميري في بورسودان داخل باخرة، وفي ده بمعنى آخر مستبعدين باقي الآخرين، فهم فقط الاثنين. إذن المسألة دي هي يعني أنت عاملها فقط لمصالحك أنت بدون الرجوع للآخرين. فالمصالحة عرفيا يعني لما نتكلم عن المصالحة يعني بنعني فيه إنه لازم يكون في سعي مشترك من الطرفين لإلغاء عوائق الماضي، يعني إلغاء استمرارية الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بل إلغاء هيمنة الثقافة العادية ومعها التشريعات الدينية. هنا لما نجي الآن في الحوار العمر البشير سماه حوار وطني، بنلقى إنه الكلام ده ما طبق، اللي هو واحدة من الشروط الأساسية للمصالحات إنه يكون في يعني سعي مشترك نحو إلغاء عوائق الماضي، تصحيح ما ترتب عنها من غبن ومآسي وكذا، القطع نهائيا من قبل الجميع على الحلول الصعبة، التأسيس في الحاضر للمينات غير مزيفة أو الكاسبة للديمقراطية والمشاركة المتساوية نجاح المصالحة. ده ما تمت في فترة بتاعت اللي هو المصالحة الدعا له هو الحوار الوطني الدعا له البشير وكذا. لذلك كل الذي تم نفتكر انه يعني ما كانت من طرفين دون مشاركة المجتمع السوداني. وكذلك يعني لما نشوف اتفاقية السلام مع الحركات المسلحة، يعني زي اتفاقية دارفور مثلا مع الحكومة، فقط بين طرفين بدون أن يشمل باقي السودانيين أو الأطراف السودانية أو الناس المعنيين بالهمة. يعني أنا حقيقة حاضر وكنت مشارك ماسك ملف، لكن كنا ما أخذنا الرأي الكامل بتاع أهل دارفور هم عايزين شنو. قلنا خلاص ما نعمل الاتفاقية ونعمل هنا نجي نشرح لهم، وده ما صحيح. أنا هكون أعترف بأنه واحد من الأخطاء الجسيمة أنا ذات مساهم فيها وكان فيه يعني. أنت مفروض تأخذ رأي الناس. عشان كده حسن بفتكر أنه في الوضع الراهن أنه يجب أخذ رأي الشباب المعتصم الآن، سواء كان يعني ما يترك فقط الاتفاقية بين البرهان وقوى الحرية والتغيير، لازم يجي يقعدوا هنا ويعرفوا رأي الناس شنو، بعدين خليهم يمشوا يعملوها تكنيكال سايد داكم يمشوا يعملوها، لكن يجب أن يأخذوا رأي
المعتصمين هنا، الناس اللي قاموا بالثورة، لأنه قبل كده قلنا إنه الثورة اللي قامت ده ما بتخطيط من الجيش ولا بتخطيط من قوى الحرية والتغيير، الناس قاموا بانتلقاء نفسهم. إذن عندهم أهداف محددة، هذه الأهداف يابد أن يسمعوا لها. الناس الدائرين هسا يفاوضوا باسمهم لازم يسمعوا لأهداف الشباب دو كده. عشان كده فشلت الـ يعني الـ الأشياء أو الاتفاقيات اللي مرت دي كلها فشلت. فبالتالي يعني مرة تانية نقول إنه السعي المشترك نحو إلغاء عوائق الماضي لازم يكون فيه كل الناس مشتركين فيه، تصحيح ما ترتب عنها من غبن ومآسي لازم، ده واحدة من نقاط الأساس، القطع نهائيا من قبل الجميع على الحلول الصعبة، لازم يعني لازم يمشي للحلول الصعبة. التأسيس في الحاضر للبنات غير المزيفة أو الكاذبة للديمقراطية، وهنا بعني به مسألة الدستور الحقيقي، يجب أن يكون في تأسيس للدستور، والتأسيس للدستور يجب من طموحاتكم أنتوا، يعني أنتوا عايزين شنو؟ وكشباب المستقبل ليكم أنتوا عايزين شنو دولتكم ده يكون كيف؟ يبقى الكلام ده يكون موضوع ومحجود يعني مسموع للنا. المصالحة طبعا انت لو دار تعمل مصالحة عايز في حاجة النجاح بيتوقف على اشياء كثيرة، من ضمنها لازم يكون في حكماء يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والعدل، قبول الاطراف المتنازعة للجلوس الى بعضهم جلسة الند للند، زي هسه ناس المجلس العسكري وقوى هنا لازم يكونوا متكافئين، يعني ما في واحد يقول انا اعلى منك او انا احق منك، هنا يكون يعني جلسه الند بالند. في حاجه ثانيه انه يكون في اظهار للرغبه حقيقيه لسماع الاخر، يعني انت لازم تسمع الثاني يعني بوضوح، ما لا يعني انك انت بس تجي وقعدت واستمعت لكلامه أو ورقته وكذا، يعني لازم يكون في رغبة حقيقية عشان تسمع الآخر. الحاجة الثانية إنه تحديد الغايات البعيدة للمصالحة، هنا يعني أنا بالذات في الحتة ده الغاية البعيدة لشنو يعني بالنسبة للمصالحة في الوضع بتاع السودان الحالي، الغاية البعيدة هو الدستور الدائم، الدستور الدائم للبلاد، عشان ما نقعد لأنه من الاستقلال اليوم الليلة احنا ما عندنا الدستور دائم، كلها دساتير مؤقتة ونقوم نعمل فيه تعديلات كل وقت والآخر وكذا، فمحتاجين للدستور دائم. لازم ندقق يعني البنود بتاعت الأهداف بتاعتنا بالضبط، لازم نحدده بوضوح تام ونخطه جدولة وإجراءات، جدولة وإجراءات. يعني الآن كويس الجدولة حسب ما قالوا 3 سنوات كويس، ده جدول، الإجراءات بتاعته لابد أن يكون دقيقة وواضحة بتاعهم. طيب نمشي ل النقطة طيب ده أنا من أجل الكتاب مشيت زيارة مرتين لرواندا، شفت الوضع بتاعهم عشان نشوف يعني المصالحة بتاعتهم تمت كيف وهل ماشي بطريقة صحيحة ولا لا، كذلك زرت المغرب
انه يشوف هل حصل شنو فيه. فده واحد من الاشياء اللي اتعملت هو اللي هو متحف للإبادة الجماعية كي قالي Genocide Memorial Remembers and Learning للذكرى وللتعليم انه الناس يتعلم. فالفترات اللي زوروا فيهم كل وقت بلقى جايبين كمية من الطلبة وكده بيزورون في لنا. الكويس انه ما في شباب اطفال صغار هنا اذا نشوف هنا ده للأسف ده في هنا يعني شوف في المتحف الجماجم بتاع الناس والأشياء والأمور اللي حصلت يعني شيء مؤسف جدا جدا. فديل هسه بيجيبوا بيشوفوهم على أساس إنه يخطوا في ذكرام إنه حاجة ده بطال الحرب ده بطال ما دارين نخش في حروبات تانية. برضو في ده ما يعني عظام بتاعة الجنوسايد الحصر وكده. طيب بالرغم من المآسي والهجات كلها في برضو بيتنا ده عملت اللوحة دي في انه بالرغم من الأحوال والمشاكل وهنايد لابد للشمس انه يطلع يعني الشمس لازم يطلع. وده بالنسبة لهنا يعني حس الوضع الآن يعني احنا كنا بر البلد ده 30 سنة وكل يوم الليلة وبكرة الليلة وبكرة يعني وصلنا في مرحلة من المراحل مرحلة يأس يعني. لكن الحمد لله شمس الحرية طلعت في السودان شمس الحرية طلعت. فدي يعني حكاية ان واحد انه ما يأس في انه فلسطين الما متأكل اليوم الشمس قوية. هنا ده هنا يعني طيب عشان يكون في مصالحة حقيقية في السودان يجب أن يكون في إقامة أو تقام عدالة بين الأعراق المختلفة بين القبائل. لازم يكون في عدالة بمعنى آخر إنه يكون في قبول للآخر. المفهوم المصالحة المجتمعية بالنسبة هنا أنا بقصد فيه إنه هو يكون في اعتراف من الجهات اللي عملت يعني عنف تحت الدولة ويكون في مسؤولية الناس اللي يكون في مسؤوليات لقبول ويكون في إعادة إعمار خاصة المناطق اللي تدررت من الحروبات ويكون في جبر الضرر أيضا. ديل المفهوم العام بالنسبة للمصالحة المجتمعية لابد أن يكون في اعتراف. يعني لو مسكنا كمثال منطقة ناس جنوب النيل الأزرق مثلا لابد أن يكون في اعتراف بأنه من المجتمع السوداني الباقي ده انه والله حصل لكم اشياء بطالة اعترف انه ما مفروض يكون في مسؤولية. والمسؤولية طبعا حيتحملها الدولة لان قومت حرب اهلية هناك دولة هي لازم تكون بعد ذلك يحصل لهم اعادة دمار للدمار اللي حصل وجبر الضرر. ده الاشياء الان وده بيشمل كلهم يعني مناطق بتاع الغروبات الأهلية والقبلية ومناطق حتى كجبار وكذا يعني الناس وأيضا المزارع أو الأراضي اللي اتبعت للأجانب أو الجروم للأجانب. طيب هنا أنا بفتكر إنه عشان ما نظلم أحد عشان ما نعمل مصالحة حقيقية أنا بفكر إنه بالضرورة قيام لجنة التحقيق في عنف الدولة مثلا. الليلة يجب أن يكون في تحقيق من ناس أكفاء ونزيهين نعرف عشان نعرف إنه القروش النهبوها جمادي الكم كويس ومنو شال كم ووداه وين وموجودة كيف
ده لازم نعرفه. ده ما بيجي انه بدون لانك انت اذا ما عملت التحقيق وعملت الاحصائيات دي لو طالبت المجتمع الدولي عشان يسترد لك قروشك يعطوا على اي اساس؟ ما لازم يكون في تحقيق ويثبت انه الكميات ده مشت وموجوده وين وكذا. فبالتالي انت عندك تعمل بحث وتحري في اعمال عنف الدوله، لانه حس انتوا لما رفعتوا شعار انه الناس دي الحراميه، وده حسب كلام كثيرين منهم ده اكثر شيء حرقهم، حرقتهم تماما، يعني انه كيف يوصفون بالحراميه. فدي كلها بالنسبه لي انا داخله في بند بتاع عنف الدوله، لابد انه يكون في بحث وفي تحري في هذا المجال. بالتالي لازم اللجنة التحقيق ده تسجل كل الشكاوي المتعلقة بعنف الدولة، لازم يكون مسجلة، ولأنه ده تاريخ بعدها، ده تاريخ أن الناس إنه يستندوا عليه. عندي إشكالية هنا معلش في التحري والتحقيق لأموال الدولة المنهوبة، بعدين التحري والتحقيق في أسباب ومخلفات الحروب الأهلية والقبلية كذلك، يعني زي المثل اللي أديته قبل شوية بين الكبابيش والحمر، يجب أن يكون في تحقيق هناك يعرفوا أسباب الحرب كيف قامت، كيف هو أسبابها ليه الحرب القبلية دي قامت ليه، والمضرات اللي حصلت فيه وشنو يعني، على أساس أنه يكون في بعدها مصالحة حقيقية والدولة تخد قواعد أنه حروبات القبلية زي ده تاني ما تتكرر. طيب الثاني الآلية الثانية هي المصالحة المجتمعية، هي مصالحة جهة مختصة بعنف الدولة في معالجة عنف الدولة. بعد هي بالضبط سلطة دستورية لها سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مؤقتة في الفترة المؤقتة دي، في الفترة الانتقالية، عشان تعمل المصالحة بين المجتمعات الأخرى وتعمل جبر الضرر وكذا وحاجات كلها. مهام الرئيس انه وضع وتنفيذ برامج المصالحه. وهنا بيجي في اربع عوامل مساعده لنجاح الاليه، اللي هو من ضمنها التعويضات، عداله الانتقاليه، وده هنتكلم عنه بكره وكده عن العداله الانتقاليه بالتفاصيل، وفي كذلك عدالة الاجتماعية هنتكلم عنه برضو في واحد من الأيام الجاية دي، وفي أيضا اعتذارات. العوامل الأربعة دي تساعد في لنجاح الآلية، آلية المصالحة. طيب ده هنمشي في سريع كده. مستويات التصالح المجتمعي في السودان هي المنظومة السياسية والشعب السوداني. قبل قلنا انه المؤتمر الخريجين خطوا الدولة او وصفها بانه دولة عربية اسلامية، وده خلى انه من ذاك اليوم بدأت المشاكل بين الناس، بين المجتمعات المختلفة، لأنه ما راضين إنه يوصفون بأنهم هم عرب، وفي ناس ما راضين إنه يوصفون بهم أكبر بأنهم مسلمين، يعني ما تجبروا. فبالتالي أنت كحزب سياسي يجب أن تراجع سياساتك ده وتراجع مفهومك ده للدولة. ده بيكون طبعا واحد من التصالح اللي هيكون بين الشعب والسياسيين وكذا، كذلك بين الأقاليم المختلفة، لأنه
زي ما قلنا السودان اصلا قامت كدولات مختلفه، وبالتالي ما في شيء ربط بيناتهم على اساس انه يكون حقيقه يعني يكون في وجدان، يكونوا دوله موحده ويعني معترفه بها في بين المواطنين نفسه. وبالتالي ده الشيء الاساسي فيه هو بلاد بين الاقاليم المختلفه هو الدستور، الدستور الجامع اللي هو كل السودانيين يكونوا موجودين لوضع الدستور. ايضا بيفتكر انه يجب ان يكون في مصالحات بين القبائل المتحاربه. مثلا احنا عندنا في دارفور في حرب تقليدي ماشي بين قبيله الرزيقات والمعاليه لمن زمن طويل، يجب ان يضع له حد. ده من في الوقت الراهن يعني في هنا من ضمن البروسيس بتاعت الدستور وكذا، يجب ان يكون في هناك اتجاه بانه يحلوا هذه المشكله مره واحده والى الابد. مش كده وبس، بان حتى افخاذ القبيله الواحده في صراعات موجوده، يجب ان يكون في امن. في دارفور كذلك وداع في زمن الصادق في حاجه قامت سموها التجمع العربي، مجموعه حوالي 26 قبيله عربيه وقعوا بانه هم عندهم الحق وكذا. وبالتالي الحرب اللي قامت في دارفور وبالمناسبه حتى خلق الجنجويل جاي جزء اساسي من برامج بتاع التجمع العربي. ما يجب ان يكون في هناك معالجه دستورية بالنسبة لهذا الأمر. هنا الحاجة الثانية اللي هو برضو النقطة الأخيرة اللي هو الجبهة القومية الإسلامية وعموم الشعب السوداني، لازم يكون في مصالحة. طبعا كهم كبشر ما بنقدر نرميهم في البحر، ده حاجة ما يعني مسلمة كمواطنين ما بنقدر نجيب، لكن يجب ان يكون مصالحه بيناتهم يقوم على العداله الانتقاليه، يقوم على العداله الانتقاليه. وهيكون برضو ده غير يعني محاكمه او مساءله المسؤولين الكبار، لكن كحزب مثلا حزب المؤتمر الوطني لازم يحصل بيننا وبينهم مصالحه. في تقاري انا انه مثلا المصالحه الشعبيه الممكن يحصل بانه والله نقول لهم يا اخوانا انتم سودانيين وكل شيء، لكن عملتوا ما عملتوا. احنا مثلا فتره بتاعت 10 سنوات ولا 20 سنه ولا 5 سنه ولا هذا ما بنتعامل معكم في الانتخابات، ما بنعمل معكم في الانتخابات، لكن كناس مواطنين موجودين وكل شيء، لكن في الانتخابات ده ما هنصوت لكم. ده يكون قرار شعبي من الشعب السوداني، يعني ما مساله بتاعت محكمه ولا اي شيء. المحكمه ده ما بالنسبه للناس الاجر وكان البشير ولا غيره وغيره الكبار اللي هنا ديل يمشوا المحاكم، لكن كحزب احنا ناخد ما اثنين نقول لهم ثاني ما هنسمح لكم، وده لازم يكون موجود في الدستور انه ما نسمح لكم انه تجوا كحزب ديني. احنا عندنا ناس يعني عندنا اديان مختلفه، في الدين الواحد عندنا طوائف مختلفه، فما ممكن تجي تاخذ لي حزب على اساس ديني وكذا وداير تحكم به البلد، لانه لو فزت معناته حتطبق البرامج بتاعتك ده، وده معناته انت اقصيت الاخرين، دي ما هم نقبله منك وكذا. فدي ده واحد من الاشياء اللي مفتكر انه معلش Thank you.
طيب هنا بنكون نتكلم عن خارطة الطريق لتأسيس الدولة السودانية الحديثة. الخارطة الطريق بيقوم على النقاط محددة، ثلاثة نقاط بالنسبة لي أنا في تقديري أنا. واحد إنه يكون في لجنة حقيقة ما أعرف ليه. ايوه الاولى النقاط هو لازم يكون في تحقيق مباشره في اسباب انهيار الدوله، لازم يكون في تحقيق في اسباب انهيار الدوله. النقطه اللي بعده طوالي حيكون في مصالحه مجتمعيه بين الـ 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 الشعوب المختلفه. بعده حيكون في تعاقد اجتماعي، عقد اجتماعي بين بعد ما يحصل المصالحة يكون تعاقد اجتماعي. في التعاقد الاجتماعي والمقصود به في إنه المجتمعات السودانية توافق على الرؤوس الدستور الأساسية، النقاط الأساسية للدستور يتفق حوله، بعدك بيجي يقام الدستور على حسب التعاقد المجتمعي، حسب البنود الأساسية بتاع التعاقد الاجتماعي اللي هو النقطة اللي قبل ده. ده بالنسبة لي تعرف ناس في إنه في بعض الهناي ما ظهرت هنا السلايد هاي كثير من الناس. أنا قبلها معلش يا شباب في الهنايدة. معلش يا شباب حقيقة في كم سلايد كده ما ظهرت، من ضمنها كان في سلايد عن رواندا قال عشان نوريكم انه الشيل كان قبل الإبادة الجماعية والآن، لأنه تستغربوا يعني نظافة المدينة دي بجد كيف وقبلها كانت كيف. الحاجة الثانية السلايد القبل ده هو عن الخرطوم في واحد من محطات بتاع انه ناس قاعدين في صف بتاع انابيب غاز عشان ياخذوا غاز وكده. السبب اللي جاي فوق الصورتين دي بتاع الغاز في السودان وبعدين جنبه مباني كده حكايه رهيبه، وهسه ذاته يعني في مناطق يعني ما تخجل لأنه ده وسط العاصمة.
السبب انه في 56 لما السودان اخذ استقلاله هيلا سلاسي طلب أزهري انه يجي يزوره في اديس ابابا عشان ما يعملوا اول قمه افريقيه خالصه، بمعنى لانه دي الاول دولتين في افريقيا اخذوا استقلالهم، اثيوبيا وبعده السودان. هنا كالسودان اخذنا استقلالنا قبل مصر نفط، مصر من الانجليز اخذوها بعد سنه هيك. فهيلا سلاسي طلب من أزهري انه يجوا يعملوا قمه افريقيه ويعملوا خلاصه على اساس انه يشجعوا به الدول الافريقيه الثانيه ياخذوا حزوهم في الاستقلال. أزهري وحياتكم مشى المطار عشان ما يسافر اديس، سافر القاهره كويس. وفي ده حتى البرلمان كان مفتكر انه أزهري ماشي للأديس، بس في شلة عدد بسيط جدا عارفين انه هو هيمشي القاهرة، ومشى القاهرة. مشى القاهرة قدم ل انضمام لجامعة الدول العربية، وقت ذاك بالرغم انه كان هناك قامت كان جامعة الدول العربية. للأسف الشديد هو له الدرس اللي ما قادرين ناخده انه العراق وسوريا ولبنان اعترضوا على انضمام السودان لجامعة الدول العربية على اساس انه ما مستوفي الشرط الاساسي. السودان ما مستوفي الشرط الاساسي وهو انه لازم يكون دولة عربية، هم بيفتكروا انه السودان ما دولة عربية وهم محقين في ده وكده. على كل حال من ذاك اليوم بالنسبة لي انا شخصيا تقييمي للامور لخبطت من هناك، ومن ذاك اليوم أنا هنا بقينا في الدوام ماشيين. أنا الليثيوبيين طبعا ما دخلوا في أي شيء تاني، مشوا في الاستقرار بالشكل البطيء ده ومشوا في التنمية ووصلوا لنا. ديل تشوفهم ديل بنات في 2018 مارس 2018 اللي هو ده عيد المرأة عالميا في مارس في أي سنة، ديل كابتن ومساعد كابتن وإنجينير ومضيفات، طاقم كامل من البنات سافرا بطياراتهم دي من أديس إلى بوينس إيرس في الأرجنتين كويس، وطاقم آخر برضو من أول ويمن كرو كلهم بنات يعني، سافرا من أديس أبابا لكوالالمبور 9 hours non stop flight 9 hours. ديل جابتهم كيف؟ بس بالهداوة، لأنه ماشيين بالتدريب وما عندهم لخبطة. اليوم انقلاب هدوما إيبن لما منقصوا عمل انقلاب برضو ما حبش الخطوط الجوية الأثيوبية، ما حبشوا ده من أنا بعرف كثير من تكلمت المؤسسة اللي ما حبشوا خالص، خلوه إنه مشيهم بنفسه، بمعنى آخر إنه أنت يعني لما تمشي أنا يعني بالاستقرار ده، لما يكون في استقرار definitely هتوصل للتنمية الحقيقية وتوصل للماء بتاعته. فالبنات مش بس الطيران، حتى في نفس اليوم even الجراوند كرو كلهم بره بنات، يعني الملن البنزين للطيران الشحن هنا في الطيران يعني كلهم. طبعا التيكتس ده حاجة معروفة طوال، والسيكوريتي برضو كلهم بنات. هنا عملتهم على أساس إنه احتفال بعيد المرأة بس، فخلوها إنه كل شيء مرأة يعني عمل المرأة. فحكاية أنا أتمنى إنه يوم من الأيام نلقى بناتي سودانيات بنفس المستوى ده، مش هنا وبس، يكونوا في أماكن أخرى. والمرأة السودانية هي قديرة، إذا كان هسا عندكم واحدة في
في ناسا في السودانيه في ناسا بتاعت امريكا دي. دكتور ويداد وفي كثيرات وكم واحده استاذه جامعيه في اوروبا يعني. اذا المراه السودانيه يبقى الزمن ده زمن بتاع عقول. احنا ما المساله لازم نشيل من عقولنا من رؤوسنا نشيل ال بسمه شنو العنصريه الذكوريه دي والتعصب الذكوري انه انا راجل وبتاع. ما في حاجه اسمه كده في الزمن ده. حاجه الزمن ده تكنولوجيا والتكنولوجيا عقلك نظيف التكنولوجيا تمشي اي حاجه وكذا. وشكرا لكم ومعليش لو اطلت عليكم او لا. شكرا لكم كثيرا. طيب نشكر الاستاذ أبكر على التقديم الممتاز. وبكره ان شاء الله حيكون عنده محاضره على العداله الانتقاليه تطبيق بتاعه والى اخره. فالان الفلور مفتوح يعني الاسئله اي سؤال ولا تعليق في محتوى المحاضره. تفضل استاذ. السلام عليكم ورحمه الله مره ثانيه. انا اولا عندي سؤال دكتور في الحته بتاعت انه بعد المصالحه المجتمعيه في حيتم تعاقد اجتماعي. فبس دار اعرف انه كيف التعاقد الاجتماعي ده بيتم يعني. شكرا للسؤال. حقيقه يفترض انه انا افصح فيه كثير. التعاقد الاجتماعي هو معناه عمل الدستور برضا المجتمع الاجتماعات المختلفة. وعادة يعني بيوضع كيف في انه المجموعات المختلفة اللي موجودين في الرقعة الجغرافية المحددة زي نحن السودان مثلا بنجي نقعد ونجاوب على سؤال واحد اساسي انه كيف نقدر نعيش في الرقعة الجغرافية ده بامن وامان. نقدر نعيش كيف في امن وامان. النقاط اللي بنخدها ده بعدك بيجوا القانونيين المختصين في الدساتير وكذا بيفسروا لنا ده وبيخدوا النقاط الاساسيه وبيخدوا الدستور. بعد ما يتم ده برضو هيطرح للشعب لعموم الشعب السوداني بعد ما يشرحوا لهم يعني يكون في فترة بتاعت شرح انه والله يعني احنا وصلنا للدستور 1 2 3 بانه ده مثلا البند ده معناه كذا وكذا وكذا. وبشرط انه تدي فرصة انه كل الناس يسمعوا يعني الناس اللي في الريف في المدن كده تديهم فرصة انه يسمعوا الكلام ده. وبعد فترة تجي تعمل استفتاء هل على الدستور موافقين له ولا لا. فبيحصل عادة انه الناس بيوافقوا على الدستور. هنا بيحصل مسألة بتاع انه لما يوافقوا عليهم بيكون هم خلاص اقتنوا انه ده ملكهم هم وانه ما في زول تاني بيجي بيعدلوا. قد يكون في بعض البنود يعني انه ممكن يحصل تعديل وبإجراءات محددة، لكن في الأساس هو ده الأصل وده الدستور الدائم الناس عايزينه انه ما تمت أصلا من قبل كده يعني. أوكي. شكرا دكتور. بس عندي تعليق على النقطة انت قلتها اللي هو الحزب السابق او الحزب الحاكم نظام الحاكم السابق انه نحن هم ستيل يعني ناس زينا وكده فما نقصيهم. فانا بس دار حابية بس اضيف على النقطة دي انه يتم اقصاهم من العملية السياسية لفترة معينة للجرم اللي هم ارتكبوه في حق الوطن وفي حق الشعب، لكن ممكن لقدام نسمح لهم يعني بعد فترة يتفق عليها الشعب. عشان شنو؟ نحن بنقول حرية سلام وعدالة. فنحن لو أقصيناهم فنحن هنا ما حنكون مطبقين للمبدأ بتاع الحرية. فبس دي النقطة الحابة. شكرا لك. شكرا. معلش أنا قد لا أفصحت بكثير بوضوع كثير، لكن أنا بقول داك ريانة بفتكر إنه ما لازم يحصل لهم شك هم عشان يستعدلوا ويبقوا يعني وطنيين ويكون قلبهم على الوطن. لازم يحصل لهم شك. الشك اللي بيحصل لهم في انه نقول له يا اخي نحن والله في العمليه السياسيه اللي هو فيه الانتخابات ده
خيطوا العشر سنوات ده مثلا ولا الخمس سنوات ولا الدورة الأولى ده احنا ما بنصوت لكم, احنا أحرار مش كده؟ عشان كده دوقوا تمن الإقصاء اللي انتوا أقصيتونا في الفترات الفاتت. فأنا هنا ما لا يعني انه أنا هنا نحن نقسم إطلاقا, لا كشعب هنا تعالوا بعد ذلك. لكن على حسب الدستور هيكون نحن في الدستور اللي نقول انه لا ما في حزب سياسي يقوم على أساس ديني أو على أساس عرقي أو على أساس جهوي. يعني ما ممكن نجي نقول إنه مثلاً إحنا كنا ناس دارفور دارين نعمل حزب بتاع دارفور. طيب إذا حزب مهما تكون وأنت في السودان ما هتقدر تحكم, ما هتجيب ال يعني العادات بتاعة النواب عشان تحكم مش كده؟ وإلا يعني وإلا الحزب لشنو؟ مش من أجل إنك تحكم وتعمل تنمية وكذا وعلى أساس إنه الناس يشكروك وكذا ويجيبوك للمرة تانية. فده قصدي إنه يجب أن ما يكون في حزب قائم على الإثنية أو على قبلية أو على جهوية أو على دينية. ده الأشياء بيفرق الناس كلها, بيفرق الناس. فبالتالي عشان كده أنا بقول إنه بالنسبة للمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي برضو معه بالمناسبة, إنه هم المؤتمر الشعبي هم الأساس اللي جابوا النظام ده. بدل يعني يكونوا يستبعدوا بطريقة شعبية مش بالهناية كأحزاب شرعية إلى أن يغيروا منهجهم السياسي والحزب وكذا, يغيروا يكون منهج يعني جامع لكل الناس يكون وطني بعدك تعالوا هنا. لكن ما هاجل لنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم ناجي خريج جامعة السودان للعلوم التكنولوجية. بشكر الدكتور أبكر على هذه الإضاءة وأنه تطلق لأن موضوع وعر وموضوع صعب جدا جدا, لكن كان السرد بتاعه شيق وكان يعني مشوق. نحن عنه قعدنا الفترة دي كلها نستمع له بكل يعني انتباه, نشكر على ذلك. وطبعا نعتقد أنه دي يعني زي ما بيقولوا يعني غصف حجر أو جدع حجر في البركة الساكنة. يعني كانت البركة ساكنة هو جدع حجر والتزم بأنه أن تضيء شمعة خيرا من أن ترعى الظلام, أضاء شمعة في هذا الطريق ونشكر على ذلك. يعني فأنا في المداخلة بتاعتي هو ذكر عن الحزب العربي الظاهر في دارفور 82, فده كان يعني هو هسه انت قلت الجبهة الإسلامية ما تشارك بفكرتها الدينية على حسب, لأن أصلا الأيديولوجية الإسلامية ما موجودة في السودان, جاءت من خارج السودان, جاءت وافدة يعني حسن البنا 1928 وأبو العلاء المودودي في باكستان وغيرهم وغيرهم. وطبعا أفكارهم هنا في السودان ما عندها أي أرضية تقوم عليها, عشان كده هم وادسوا يعني نفسهم في الديمقراطية الثالثة. كان الحزب الثالث كان ممكن يصبروا ويواصلوا يخلوا الديمقراطية تستمر, لكن قاموا أدوا وعملوا انقلابهم الغاشم ده وخلال 30 سنة طبعا كل أفكارهم وغزارتهم ظهرت للعلن بيانا عيانا. فهم ما عندهم أي قدرة إن الشعب السوداني يتقبلهم يعني, وهم طبعا ما شاء الله خليط يعني. والحركة الإسلامية كان أقرب كوادرها من دارفور, لو مشيت لعلي الحاج إبراهيم السنوسي وحمد هارون وحتى كوادرهم الوسيطة كلهم أصولهم من دارفور. ولكن للأسف الشديد إنه ودارفور الولاية الوحيدة في السودان ما فيها كنيسة, سبحان الله ما فيها كنيسة, لكنهم أبادوا الإبادة العرقية عملوها في دارفور. يعني للأسف الشديد الجبهة الإسلامية القومية أو الاتجاه الإسلامي أو جبهة المصداق الإسلامي أو الأخوان المسلمين أساميهم الكثيرة دي عملت الإبادة العرقية. يعني ما عملها حزب البحث ولا الشيوعيين ولا حتى المؤتمر السودان, الأحزاب هم بنبذوها دي. شوف يعني ده الفارق هنا. فالحزب العربي اصلا الفكره نفسي الطريقه اللي تعاملت معها يا دكتور او يا بروف في مع الاسلاميين حقه تتعامل مع الطائفيه, لان فكره الميليشيات دي اصلا كان فكره يعني في الديمقراطيه الثالثه كانت فكره بصادق المهدي, لانه من كان عبد الرسول النور والي بتاع كردفان, وانا طبعا من كردفان ما اكذب لك, وفضل الله ابو المناصر وزير الدفاع فسلحوا قبائل عربيه في جبال في كردفان. فكان هدفه انها تبيد العنصر بتاع النوبه وبتاع الفور
وحتى في جنيه الازرق الطائفيه برضو انا ما اعرف احتمال يكون ده التحالي او تحسب انهم سلح العناصر جاي من غرب افريقيا ضد الفور والهامج والمابان والقمص والبرون دي قبائل سودانيه اصليه كيف تسلح ناس جاي من غرب افريقيا شوف الكلام ده فدي الطائفيه عملت كذلك كده فانه الطائفيه برضو حقه يعاملوها نفس معامله الجبهه الاسلاميه القوميه يعني ما يعني وعندهم شعار يقول لك الانصار كيان اسلامي عربي وفكرة الاستعراض. النقطة الثانية بتاع اسماعيل اسهلي لما مشى قابل جمال عبد الناصر ولا قابل الرئيس المصري وان السودان ما يجيب له لبنان تونس قالوا ما هاخدوا الجامعة العربية للسودان ينضم له يعني السودان اصلا الغالب قدام ناس مؤتمر الخليجيين حتى عندهم امثال عنصرية يعني الامثال العنصرية الكثير بتمجد الانسان الابيض وبتحطم الانسان الاسود وما في انسان ذاته في السودان ابيض اصلا كلنا سود يعني فده اسماعيل اسهلي ومؤتمر الخليجيين دلال على ذلك كان في ناس مناويل لمؤتمر الخليجيين من العنصر اللي بيحتقروا انه زنجي اللي هم ناس كمال عشريه وشوق الفيل فلما اختلفوا في موضوع كده كان في جريده بتصدر وقت ذاك قاموا خطوا لو في يعني في في, في الغلاف الاول بتاع الجريده صوت الزبير باشا رحمه اللي هو التاجر الدقيق المشهور في جنوب السودان هو ويدرس أبتر ومعه كالمرة كالكساودية تجار لقيك أصلا فقاموا خطنا الصورة يعني معناته الزور كان بيبودك زمانك ببيعك في السوق خطنا صورته كذلك الطيب عبد الله الطيب البروفيسور عبد الطيب كان لما قامت التمرد بتاع 55 طبعا كانت 55 كان مطالبهم الجنوبيين بسيطة يعني كان دارين الفيدرالية وإنهم دارين في السودان دارين وظائف كويسة أدلة فضولهم تمام من اللي هو مؤتمر الخليجيين وسنعزم الأسري والشخصيات التاريخية اللي احنا قاعدين نمجد فيها دي أصلا دي سبب الأزمة ذاتها قاموا منعهم قاموا جاءت مدود 55 في ديوان أصداء النيل البروفيسور عبد الطيب كتب قصيدة إنه مجد الزبير الباشا إنه الناس اللي كنت بتبيعه من زمان كدقيق سوق النخاسة وما زمان الأتراك الآن قاموا شو حمل يعني كلام عنصري جدا جدا وطيب عبد الله وغيره وغيره دي قاعدين نمجد فيهم في تاريخنا يعني كذلك في الثمانينات الآن لما جاءت الجبهة الإسلامية القومية والجبهة الإسلامية أغرب عناصرها أصولا من غرب أفريقيا يعني أنت ما تشوفهم يقول لك وخارج السودان يعني هارون والسنوسي والحاج وصولهم من هنا يعني من غرب افريقيا اي زول من دارفور بحث الكلام ده هارون من ود ما دعني نتكلم في التفاصيل دي فهم لكن عملوا الاخصاء العنصري ده يعني دلاله انه عندهم دونيه يعني منهج الدنيا زي انت ما قلت انه يكون في يعني مراجعه للتاريخ السوداني المزيف لانه التاريخ السوداني مزيف تزييف تمام زمان كان في المناهج احنا قلناه كذلك القوميين العرب ساهموا برضه في ده برنامج كان في حصه او يعني درس في كتاب المطار اسمه شنو؟ اسمه قال الفتن العربي في الجزائر فيها موطني وتونس والمغرب والسودان كلام ذاته انت ما حتقبله اصلا يعني تزييف كده غريب جدا جدا احنا في السودان بنعرف مصر والقاهره وبنعرف لكن ما بنعرف يوغندا عاصمتها شنو كمبالا ولا بنعرف انه كينيا عاصمتها نيروبي ولا بنعرف انه فيها يعني الخطوه ان احنا عشان نعمل فيه كان في عندنا نموذج النموذج الراوند اللي انت ذكرته في كمبالا كيجالي او النموذج بتاع جنوب افريقيا كان في نظام ابرتايد اللي هو الحقيقه والمصارحه اللي عملوه سنه 94 وبموجب انه نيلسون مانديلا اول اسود يحكم جنوب افريقيا منذ 350 عاما وبعد ذلك الحكم بك للسود في جنوب افريقيا يعني لانه الابيض اقليه انت ما ممكن تحكم انت زول يعني اقليه ما ممكن تحكم اغلبيه بالديمقراطيه يعني فالديمقراطيه حلت المشكله دي في جنوب افريقيا تماما فاحنا في السودان محتاجين لديمقراطيه حقيقيه ما ديمقراطيه مزيفه كل الديمقراطيات كانت مزيفه بيوتات سياسيه وكلام فارغ جدا جدا وانا بعتقد انه الثوره دي مرحله تصريحيه وبناء للسودان من الداني حاجة رواندا رواندا شعب من دين واحد وعرقية واحدة اللي هو التوتسي والهوتو التوتسي والهوتو كلهم عصورهم أفريقية حصلت الكلام ده لأنه ما كان عندهم دستور دائم ودولة كانت مبنية على الفوضى فحصلت المسبحة قام أنا لقيت لي واحد قصة يعني اختبار قصة قال في واحد سوداني مشى رواندا ونزل في كيجالي لقى مدى رواندية سأل قال لي Are you هوتو أو التوتسي قال لي I'm from رواندا يعني ما قال لها انا هوتو توتسي فقامت ورثته لما عرفته اجنبي نادته يوم قال لي تعرف لو قلت كلام زي ده انت في رواندا بحكموك وببهدلك بهدله شديده هنا في السودان في احد الجبهه الاسلاميه المحاصصه الاعدقيه وما عارف قبيلتك شنو وفي القبيله ذاته سالوك انت من اعتغاليا وبتعرف فلان وفلان كلام ذاته غريب جدا جدا فالجبهه الاسلاميه القوميه دي يعني انا اتاكد النظام السابق خلال هذه الثوره لا بد يحاكموا محاكمة يعني تكون زي محكمة يعني محاكمة علنية والناس تشوف كل أغوالهم وأفعالهم الغزلة المدرسوها على الشعب السوداني ونشكر البروفيسور أبكر البشر على هذه الإضاءة ونقول أنه غزف أو جدع حجر في هذه البركة الساكنة ونتمنى أن مزيد من العلماء السودانيين يعني يكتبوا في هذا المجال وشكرا جزيلا للفرصة
طيب السلام عليكم دكتور وشكرا على الفرصة السعيدة دي. طيب بس عندي مشكلة، بس سؤال بسيط عن بداية الموضوع اللي هي العنصرية. نحن أنا شايف يعني في رأيي المتواضع إنه العنصرية هي السبب فيها، إنه أنا شايف إني صح وهو شايف إنه صح. نحن في السبكونشس بتاعنا أي واحد شايف الثاني غلط، فبالتأكيد نحن ما حنصل لنقطة معينة نقدر نتفق فيها. فنحن سايكولوجيا كيف بتقدر تعترف إنك أنت عنصري؟ كيف بتقدر تكتشف في الأساس إذا أنت عنصري ولا لا؟ لأنه حسب المنطق بتاعنا أي إنسان بيبغض وبيكره العنصرية، صح؟ أي زول بيكره العنصرية، لكن منطقك عكس الواقع بتاعك، أنت أصلا عنصري وأنت ما عارف إنك عنصري. فأنا بقدر أكتشف كيف إنه أنا عنصري وإنه أنا بشارك في العنصرية. شكرا. هو طيب زي ما قلت أنا، مسألة العنصرية هي يعني قديمة جدا الإنسان، والمسألة بتاعت إنه كل واحد بيكون عنده في ضميره الشاعر بإنه هو أفضل من الآخر بأي شكل من الأشكال. المسألة ده يعني علاجه بقانون، هو ما بيتعالج مرة واحد، لكن من أهده من أنا بالقانون، ولازم يكون كمان في جهة حاكمة تطبق القانون ده صح. مثال أقول لك، يعني حصل لنا في بريطانيا حقيقة ده قصة هو جايبه أخونا دكتور الباقر العفيف ربنا يتولاه بالعلاج التام. هو كان في مانشستر، والقصة حصلت في بيرمنغهام. أنا كنت في جنوب خالص، أنا كنت في برايتون. القصة إنه طبعا لما تجي تقدم للجوء وكذا طوالي بتمشي البلديات وعندك حقوق بتاخده، من ضمنها طبعا السكن ومسألة بتاع العلاج ومصروفات ومسائل بتاع التعليم في حاجات أنا يعني مهنية بالذات، يعني أشياء كده أنت بتاخده. في فورما أنت بتملاه، الفورما ده لأي شيء كان، حتى لو مشيت دار هناي فيه واحد من الفقرات إنك تذكر يعني إثنيتك وكذا. ففي هم خاتين كاتيجوريز كده، مثلا أبيض معروف يعني حتى في البيض ذاته، هل أبيض إنجليزي ولا أبيض أوروبي، مثلا آسوي، في الآسويين لما كتروا مثلا باكستاني ولا آسوي من هناي، لأنه وبعدين أسود، هل أسود كاريبي ولا أسود إفريقي ولا أسود اللي هو خليط، مثلا ممكن يكون أبوك أبيض وأمك سوداء، برضو ده جروب يعني ومحددة وكذا. المهم كمية من اللي أنا أخواننا السودانيين في بيرمنغهام غلبهم منه يجاوب على الحكاية دي إنهم سود يعني. طيب يا أخي نعمل شنو؟ فغلطوا جدا إنه يا أخي نكتب، لأنه كل بالنسبة لنا صراحة كلنا هناك سود يعني، ما داروا اثنين ثلاثة. لكن ديل غلبتهم العيلة، فواحد قال يا أخي ما نكتب نحن السودانيين بس، قال لا كيف السودانيين ما فيه جنوبين سود، نحن ما ممكن. طيب عرب، نحن ما عرب كمان يهم أساسا يهم آسيين وكذا، أنت ما آسيوي. المهم في النهاية لأنه ما في مفر كتبوا إنهم سودانيين، فأخواننا الجنوبين كانوا هنا بيسخروا ويقول والله يا أخي الحمد لله إحنا بيجينا كلنا سود هنا يعني، أو في واحد يقول الحمد لله بيجينا كلنا عبيد هنا. أنا شخصيا بتاعت الرعاية الاجتماعية لما بعمل لك بريفينج يعني بوروك الأوضاع بتاعت البلد وكذا والسلوك، من ضمن الأشياء اللي قالت لي المرأة إنه يا أخي مسألة العنصرية هنا
ممنوع بالقانون يعني يجرم عليه يعني. حتى قالت لي بالعرف الواحد الأشياء الممكن يحاكم له في يعني بدون ما الشرطة يعني ممكن طوالي الشرطة يأخذ أنا يعني يوديك المحكمة. هو مسألة العنصرية, مسألة إنك تضرب طفل كذا, مسألة بتاعت إنك تضرب المرأة برضو أو والتحرش بها يعني أو ديل. قالت لي الكلام ده في 91 إنه أشياء ديل يعني طوالي أنت بتكون أنت في مشكلة حقيقية. إذن الحصل أو الممارسة الموجودة يعني بيقول لك السوء البيض ديل هسا حقيقة برضو كبشر زينا عنصريين يعني بينظروا علينا بهني يعني إنه أنت أسود, لكن ما يقدر يفتح خشمه إطلاقا ولا يقدر يعمل أي إشارة كده بودي لانجوج إنه يحسسك بأنك أنت أسود وكده. فهنا إنه يكون في أنا يعني كمسلمين كده أول حاجة ذاته ربنا ما قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من بشر من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإكرام ده ما هناك, ما هنا, فما في داعي أصلا يعني أنا نقول نسوي مع الناس. فالإسلام ذاته لو مسكناه بالشكل الصحيح بواسينا يعني بخلينا نكون متساويين وكذا في الخلق البشرية. بس يعني انت كبشر الخلق البشرية ده موحد ما في اثنين ثلاثة. وهسا يعني الناس بس لو اخذت بهنا بسيط يعني مثلا الانسان ايا كان انت ممكن تزوج من اي امرأة واي مرأة في العالم, ممكن تزوج من اي راجل ابيض اسود اخضر احمر ولا بتاع ويلدوا ويكون في استمرار في الـ في الجنري في الـ يعني في الاجيال وماشي بالتالي. لكن مثلا عشان كده احنا اصلا ما في داعي نتكلم هنا يعني. لكن لما تمسك من جانب اخر ناس البيولوجي مثلا يقول لك ممكن تولد بين الفرس والحمار, لكن البغل ده ما بيلد بعدك اصلا ما بيتكاثر. فبمعنى اخر there is difference في biological هنا بتاعته في الانسان ما في. فهنا اصلا واحد خلقه واحده يعني. فبس هو يعني عشان كده المساله هي في العقليه الانسانيه ده هو العنصريه في العقليه بتاعته ما في هنايا ثاني يعني. شكرا. شباب اي واحد عنده سؤال ولا مداخلة يجي قريب بيجي. السلام عليكم. اول حاجة نشكر استاذ بكر على محاضراته الجميلة والسرة والحضور, وايضا نشكر منبر الباحثين السودانيين يعني على اهتمامه بالقضايا. انا في الحقيقة عندي هو اقتراح صغير ما سؤال. في الحتة بتاعت استيعاب الجبهة القومية الإسلامية في الحتة بتاعت عدم الإقصاء إنهم نجيبهم وما يشاركوا مثلا في الفترة الهسة دي وممكن يشاركوا في فترات تانية. أنا بشوف إنه اللي هم اللي نحن بنسميهم الإسلاميين عموما الموجودين الآن هم في السودان عندهم انطباع هم المفروض بس يحكموا السودان يعني ما غيرهم. ليه؟ لحد ما يرث الله الأرض ومن عليها بدليل إنه لو لاحظنا في اليومين الفاتت عبد الحي وما عارف ناس الجزولي وغيرهم عاملين الايامات دي ما عارف مسمينه ميثاق نظرة الشريعة ومعاو شنو المهم مسمينه هسه قايمين وقالوا عاملين مظاهرات وغيره. امبارح طلعوا وقال يوم حيطلعوا لحد ما الموكب ما عارف يكبر وكده. بمعنى انه هم شايفين انه ما في زول غيرهم مفروض يحكم البلد دي وحنجيب وغيره. دي نقطة. الحاجة دي راجعة لسيكولوجيتهم, هم ما فاهمين الاسلام بصورة صحيحة. فلو هم كانوا فعلا فاهمين الإسلام بصورة صحيحة, الإسلام هو ما شعارات ومنابر, هو تطبيق بيان بالعمل. أنا بقول الحتة دي ودار ربطها بالزيارات بتاعت السفير الأمريكي وغيره لأرض الاعتصام وللأخواننا اللي اتصابوا قبل يومين
في مستشفى المعلم، لو شفتوا الصور زارهم في المستشفى صحيح، فهو مؤمن انه يعني عنده حاجه جواه، وانه والله ده سلوك بالنسبه له وده ركزه، بالرغم انه هو ما مسلم صحيح، لكن هو شايف انه ده جزء من اخلاقه. طيب انا بقول وين اللي هم الناس اللي لسه بيفتكروا انه المفروض يحكموا السودان وهم الاخلاق والدين وكده، تجاههم تجاه الثوره او الحياه العمليه بيان بالعمل. حتى الوصابات دي لنا يعني ده تعليق قبيل بتاع كان واحد في الفيسبوك، الوصابات دي لنا يعني زياره المريض من الاسلام يعني من الدين صح، من المشايخ هسه هم قالوا والله نحن دارين ننصر الشريعه وغيره، منو فيهم المشزار او جاء الاعتصام او جاء زي ما قالوا على ارض الواقع زي ما كان زمان الصحابه والخلفاء الراشدين وغيرهم، كانوا ناس ميدانيين يعني ما كانوا بيقعدوا في المكاتب ويقولوا. دي نقطه الاخيره اللي عايز اختم بها. القصه دي انا بشبهها زي قصه قالوا اجعب الاكل، زمان جا ماشي بالشارع والاطفال قاعدين يشغلوا فيه اجعب الاكل اجعب الاكل، فقال عشان يتخلص منهم قال لي يا اخو شفت هناك من برا الباحثين السودانيين عندهم وليمه، شوفوا قالوا جروا كلهم لما قوموا غبار من ورا، قال والله الكلام ده بكون صح، قام جرى وراهم. فببساطة دي الناس الجبهة الإسلامية ده فهمهم يعني. وشكرا جزيلا. لو في أي سؤال أنا مداخلة شباب، الأستاذ الكاتب أبكر أبو البشر يعني يتكلم الليلة عن كتابه المصالحة المجتمعية في السودان، كتاب قيم جدا، ودي واحدة من ثلاثة محاضرات، المحاضرة الجاية عن العدالة الانتقالية. فلو في أي سؤال ولا مداخلة شباب مجانا بالمناسبه، ما بزول بتدقوا بعد المداخله يعني. تفضل يا شباب، تعال 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 جرب جرب. لو في سؤال طيب انا عندي سؤال يا استاذ بكر. المرحله الثقافه الشعبيه بتاعتنا في السودان هنا ثقافه ذكوريه يعني، انه والله الراجل وبتاع، وحتى بتلقاها في شعارات كثيره بعض مرات لحد ما الناس تصلحها يعني، لانه والله الترس ده ما بينشال، الترس وراه رجال الى اخره، وبتلقى حتى النساء نفسهم بيرددوا يعني، شفنا الكنداكات بهتفن بنفس الشعار ده يعني. فالثقافه الذكوريه المتاصله فينا دي واحده كان من الحتات اللي دخلوا لنا بها الكيزان، وانه بقى المجتمع عباره عن معسكر كبير كده، من الزي بتاع الأطفال في المدارس لأنك أنت بتكون طوالي مستعد للدفاع الشعبي وللخدمة الإلزامية والتعليمات. ففي جو عام بتاع عسكرية كده، عسكرية لكن مستمدة التربة بتاعتها من الثقافة الذكورية يعني. فحاجة زي دي كيف إنها ممكن تتعدل في المصالحة المجتمعية يعني؟ انت خدتين صورة بتاع خطوط الجوية الاثيوبية هنا، وانه الاستاف بتاعه كله في يوم المرأة كان كلهم نسوان وكده، قد يكون في ناس مستفزين بالصورة دي يعني، ما عجبهم انه حكاية انه الويمن ان ليدرشيب مش كده. فكيف الحاجة دي ممكن الناس تبدأ تعدل فيها؟ عملت المحاضرة ده في 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 سيشن في كارديف، وفي ناس قالوا الله ليه جايب لنا بس احنا ليه ايش معنا بس حبشيات يعني. فالحقيقة أن السدي الشاب ده داير نقول لك يعني، بالمناسبة هو مسألة انتزاع الفكر الذكوري ده بيجي عن طريق نضالكم انتو، ما في حاجة يبدوكم لها ساكت، ما في زول بدكم لها، فلازم تناضلا والنضال الآن هي نضال فكري الآن في زمننا ده فكر. وقبل كان قلت أخذنا الدكتورة في ناسا، في واحدة تانية برضو عليها رحمة الله الدكتورة يعني توفت في بريطانيا، دي الوحيدة في مانشستر، هي سوري هاي في مانشستر، دي الوحيدة القدرة تستكشف بذور لقصب السكر في العالم كله. فيعني زي ده انت برضه تجي تقول لي انه بس والله انا وراجل وعضلات، وانا ما في عضلات. قبل سنتين السرب بتاعت الطيران العسكري الاماراتي
القائدة بتاعت نائب مرة دكتورة ليلى زكريا. ليلى زكريا الله يبارك فيك. الله يرحمها يا رب. الإماراتية دي قائدة صرف هنا هي مرأة يعني، وقادة الصرف بتاعت الطيران الحربي الإماراتي ضربت به المناطق بتاعت الدواعش في سوريا وكده. فدي ده انا يعني اقتحام للأسف طبعا حصلت لها إشكاليات يعني. هنا الذكور ان نتكلم عنه ده هلا كيف انه انت مره تمشي وتقاتل وبتاع، طيب خليتوها اتعلمت ليه؟ ما هي انتوا على عينكم ونائب رضاكم وهي اتعلمت العسكريه والطيران وطيران عربي، فمهمتها انه بعدها تمشي تقاتل مش كده؟ المهم لحد ما دخلت السلطات العليا الامير والمشارف حتى، والا كان دارين انا بسمو شنو عندهم عاداتهم ده انه يعزلوها من الاسره يعني. كانت المساله بتاعت العقليه الذكوريه حقيقه هي مغروسه في انا شخصيا والدتي الله يرحمها حاجه يعني مسافرين ما في من هله لهله يعني، انا جيت من مدرسه وبعدين ماشيين نزور اهلنا في هله ثانيه، فبيقول لي الراجل لازم يمشي قدام يعني، وانا الطفل يا اخي انا يا دوب في الاوليه اقول لها انت الراجل وانا امشي قدام اهي. ودي حاجه مغروسه في مجتمعنا من الصعب حقيقه، مش مجتمعنا بس يعني. انا مشيت اسرائيل، زرت اسرائيل السنه قبل الفات، شفت اليهود المتعصبين دل برضو نفس الشيء. اول حاجه لازم الطاقيه لازم يلبسوها، والمراه لازم تكون ما بتلبس بنطلون. اليهود المتعصبين دي مره اسكرت طويل وطرحه، ولا يمكن انه تمشي مع راجله في انا واحد، لازم تمشي بورا. استل هو مساله بتاع العقليه الذكوريه، فهي مساله ما موجوده هنا انت لو بس في العالم ده كله، خاصه المناطق دي ابتلينا بالاديان النايده يهودا لكن. لكن انا في تقديري انه المساله دي هتزول بالثقافه وبالتعليم الماشي بالنايده، لما الناس كلهم يتعلموا بعدين يعني. ما 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 مسألة بتاعت إنه يعني المسألة إنه بس الراجل وأنا وكل شيء this nonsense. ما حد إحنا في جامعة الخرطوم في الفترة الأولانية يعني نتكلم مع بعضنا، واحد ما تقول له يا أخي ما تزوج أنا كيف؟ أنا أزوج أنا الزول زميلتي في الجامعة عشان ما تجف مثلا في دايرين اكل معين تقول لي اقنيني ما لهم. ده كان حاصل يعني، والله كثيرين كتار جدا انا يا اخي لا تقنيني بمعنى هو انت زول وصلت مرحله جامعيه في عندك شغال بعقليه ذكوريه تجاه زميلتك يعني، لكن امور ان شاء الله بتمشي بهذه. طيب متاكد الناس مع زياره اسرائيل دي كل الناس بتكون فتحت عيونها كده مش كده؟ داهرين نسمع برضه حاجه عن زياره اسرائيل دي، لان لحد اظن قبل يوم 10/4 كان جريمه كبيره يعني. المهم بالنسبه للعقليه الذكوريه يا اخواننا، بتذكر انا حضرت لي محادثه لوالد ملاله، مذكرين ملاله الافغانيه؟ ايوه. اخذت جائزه نوبل لانه حركه طالبان حاولت تستهدفها وكده. فكان في عباره ظريفه جدا من والد ملاله، قال يا اخواننا انا يعني عكس الأبهات التانيين بيقول لك دي بيت فلان مش كده؟ أنا الأب الوحيد اللي بيقولوا ده أبو ملالة، يعني أنا بيعرفوني ببيتي. فقال إنه الناس بيسألوه يقول لي أخي بيتك دي زولة عظيمة وزولة مناضلة رغم إنها طفلة صغيرة، فأنت عملت لها شنو يعني؟ يعني كيف دربتها شنو؟ علمتها شنو؟ إلى آخره. فقال لهم ده سؤال غلط، السؤال المفروض تسألوني له إنه ما عملت لها شنو؟